توقعات السبت الموافق 15 أبريل، 15 نيسان، 15/4/2023. النهاردة عندك تظهر إرادة وروح في الشغل مهمة جدا، هتبقى مفاجأة بس بالنسبة ليك ومرتبطة بحد من أصحابك. هتقعد معاهم اجتماعات مهمة فيها محادثات، هتتلقى فيها أخبار عنهم، فما تدورش كتير على المشاكل اللي مش موجودة في بيتك. ممكن تكون انت عرضة للشك أكتر من كل وقت، هتبقى عندك حدس بيهمس ليك وهيبقى عندك سبب وجيه جدا عشان تشك. هتجلس أكتر وتتكلم بصراحة أكتر مع أشخاص حواليك هيبقى معاهم مشكلة في اليوم ده. لكل الأشخاص النهاردة هيحتاج يوم السبت لتنظيم أكتر وتفكير في كل المهمات والالتزامات اللي بتستناها في الأسبوع اللي جاي. هيكون يومك مهم جدا بالنسبة ليك عشان تأمن نفسك مسبقا ضد أي غلط وضد أي خطأ ممكن يحصل أو سوء تفاهم محتمل. كل الأشخاص النهاردة هيخضعوا لمزاج حزين ومتشائم وهيرغبوا في راحة بدل من إنهم يعملوا أي حاجة، بس هيجيب ليهم يوم السبت شوية محادثات وشوية تجارب مش حلوة كتير في اليوم ده لكل الأشخاص النهاردة اللي اتولدوا ليه. يوم السبت برضو هتبتدي تتوقع انك تنفذ خطط كتيرة في اليوم ده. معظم الحالات هتبقى بتعتمد على كل الأفراد الأسرة الخاصين بيك وكل أصحابك، كل الأشخاص اللي بيبقوا جاهزين عشان تساعدهم وتقدمهم وتنفذ ليهم كل الاحتمالات اللي عندهم. في خطط هتبقى مرتبطة بوظيفة معينة، لكنها ممكن تبقى مرتبطة حتى برحلة او فيها شوية تجمعات. من خلال اليوم ده هتبقى مهمة جدا، لازم تبقى عارف تحافظ على مزاجك كويس، ولك تكون محبب دايما ولطيف وصبور مع كل الاشخاص اللي بيحبوك. خلال اليوم هيبقى بيصيرك خبر ومعلومة مهمة، ممكن من خلالها تفكر ازاي تستفيد من الوضع اللي انت فيه. هتكون حياتك العاطفية ممتعة جدا، خاصة لكل الأشخاص اللي ممكن يتواصلوا مع شريكك بشكل افتراضي عبر التليفون لأسباب كتير مختلفة في الحياة. النهاردة خلينا جاهزين دايما لكل الاحتمالات. وبكده بنكون وصلنا لآخر الفيديو. لو عجبكم ما تنسوش تدعموني باللايك، ولو لسه ما اشتركتوش ياريت تشتركوا وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد معايا. أرب أكبر بيكم وبدعمكم ليا.